اكيد كلنا شايفين في بلدنا حاجات مش عجبانا، لكن يا ترى هيبقى رد فعلنا ايه لو عرفنا ان انتقادنا لبلدنا هيتعرض على قنوات الاخوان المموله من الخارج؟ ده اللي حاولنا نعمله في التقرير ده، وعشان نسبك اللعبه طلبنا من المصريين الاول يقولوا لنا بيحبوا ايه في مصر، وبعدين طلبنا منهم يقولوا لنا ايه اللي مش بيحبوه في مصر، وفي الاخر فاجئناهم. تعالوا نشوف. كنا عايزين حضرتك تقول لنا ايه اكتر حاجه بتحبها في مصر. بحب مصر كلها. بحب في مصر ان احنا مصريين، البلد كلها حلوه. انا بحب تراب مصر كلها على بعضها. طبعا كل حاجه حلوه في مصر. المنطقه اللي انت ساكن فيها بحلوها وبمرها. قول لي ايه اكتر حاجه بتضايقك بقى في مصر؟ اكتر حاجه بتضايقني في مصر ان احنا بنجري على الزحمه. عندنا في الصعيد في طرق مكسره وما فيش، الصعيد مهمش على الاخر، يعني ما فيش بنيه تحتيه نهائي. يا شباب زينا كده بدات تتدهور شويه. الزحام اللي في الشوارع، الزباله اللي في الشوارع كتير جدا. انت ليك حق ان انت تتعالج في مصر. تبص تلاقي يقول لك ايه، لا ما فيش النهارده، مش هنا، ده الدكتور ده مش جاي، يعني زحمه جدا. علاج طبعا ما فيش، حتى في التامين. السلبيات بقى اللي بتتواجد في الشغل، في المكان اللي انت بتشتغل فيه، حاجات اللي هي الصرف الصحي والميه، الخدمات عامه يعني. احنا بنعرض على قناتين مكملين والشاري، في مشكله؟ في مشكله. ليه؟ يا فندم انا مش تبع مكملين ولا الشاري، انا هنعرض بس عليها التقرير يعني. لا 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 لا، لو قلت لي كده من الاول ما كنتش. لا 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 يا فندم، لا ليه اللي مكملين والشرق دي ضد مصر؟ ليه يا فندم؟ ايوه ضد مصر دي، بجيب الحاجات المسيئه مش حضرتك قلت انتقادات دلوقتي؟ انا طرحت لك، انت ما قلتليش تبع مكملين. ايه المشكله ان تعرض انتقاداتك؟ مشكله يا باشا، انا عايز القضايا بتاعت بلدي تبقى في بلدي بس، مش عايزها في مكملين ولا في الشرق ولا في اي مكان. انت تبع ايه بالظبط؟ لا قناه الشرق، لا انا اي قناه تانية ماشي مصريه انا اقول لك معاك. لا يا عم بعيد عن اخواننا، احنا ما نمر. لا انا ماليش دعوه بالشرق اللي هي تبع تركيا. فيها معتز مطر. لا انا بص انا تبع بلدي. لا مع القنوات دي لا بصراحه. ايه طيب؟ دي القنوات دي تبع الاخوان وتبع الناس دي انا اللي هم مش عايز اتعامل معاهم اساسا. بنسمع حاجات وحشه كتير. انتوا دايما بتسلطوا الاضواء على السلبيات. لا 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 لا, لا ما تعرضش حاجه، احنا بص احنا في مصر هنا نقول اللي احنا عايزينه، انما بره لا. مأجورين من قطر وتركيا وانت عارف كل حاجه يعني. معروفه. بالدولارات يعني، مش عايزين اي حاجه تاني. لو حضرتك خايف ممكن نحط حاجه على وشك. لا 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 لا، انا مش خايف من حاجه. بس اللي خاف عليه بلدي اهم حاجه، هي دي اللي خاف عليها. بلدك مكملين والشارع مش اخوان. اخوان يا فندم. مكملين دي مش بتاعت ايمن نور. الشرق بتاعت ايمن نور. ايوه يبقى ايمن نور ضد البلد، يبقى مش عايزه يزع. مكملين والشرق والحاجات دي كلها اقول لك متاسف ما تعرضليش حاجه. ليه حضرتك كده؟ حضرتك خايف كده على طول؟ كده على طول خوف يعني؟ مش خوف، عدم اقتناع بالكلام الهجس اللي بيقولوه والكلام اللي بيقولوه. لا ما ينفعش، انا غير موافق على ان صوتي او صورتي او وجودي يطلع على اي قناه من القنوات. لا عاوز اقول لهم لو هتزعقوا في قناه مكملين وانا ما بحبهاش وما تزعلش مني من الكلمه، اقول له مصر ام الدنيا. ام الدنيا مصر. ايه؟ مكملين.